خرجت هذه الجماهير دعما ومساندة للمجلس العسكري الانتقالي لتجاوز هذه المرحلة الانتقالية واستعدادا لمجريات الأوضاع السياسية القادمة. خرج هؤلاء ليعبروا عن دعمهم ومساندتهم لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. عرض الأنشطة والبرامج السياسية المهمة لأنصار الحزب. كانت هذه المسيرة الحاشدة تعبر عن مدى تضامنهم لمناضلي كوادر سياسية للحزب الاستعداد في مرحلة الانتخابات القادمة. مارش السلينا عشان بيوصف نية هنا منادلين ومنالدات هنا سيبرماسي مران أولغا عشان يورينا أم في أمن وإصرار والسلام والوحدة ونشجو لرئيس المجلس الأسرى الانتقالية الجنرال فارق ماما إدريس دبي إدنو عشان حقق لنا الأمن وإصرار والسلام. خلال هذه المسيرة التي أبدى فيها مناضلي الحزب دعم المجلس العسكري الانتقالي رقصات شعبية لسكان مملكة باجرمي المتواجدين على ضفاف نهر شاري. هذه الرقصة تسمى مانغان المسمى بالاسم المحلي. عادة ما ترقص هذه الرقصة داخل النهر كل عام على حد قول بعض منظمي الرقصة الشعبية، قيل أنها لم تنظم منذ 55 عاما، مؤكدين دعم سياسة المجلس العسكري الانتقالي لنجاح المرحلة القادمة.